حكم عقلك، المرض النفسي مش عيب. عنوان اختارته الجامعة اللبنانية الأمريكية لندوة عقدتها في المركز الطبي في الجامعة. هي أول ندوة صراحة من نوعها، كونها كانت عم تجمع جميع شخصيات المجتمع اللي بتأثر على الأمراض النفسية وعلى المرضى النفسيين، بين الفن وبين الدين وبين الطب. نحن نعتبر أنه واجبنا هلأ كأطباء وكأطباء نفسيين مستقبلين أنه نضوي على هذا الموضوع، كون هذا الموضوع أكثر ما يشغل وأكثر ما يأخذ حيز من 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 من, من الشخصيات، سواء كان من تلاميذ المدارس للجامعات. الممثل السوري تيم حسن الذي برع في دوره كشاب يعاني مرض سكيزوفرينيا في المسلسل الدرامي عائلة الحاج نعمان تحدث إلى الجديد عن دور الدراما في التوعية. فيلم عائلة الحاج نعمان وصلت أو أديت دورك كتوعية حول الأمراض النفسية. اللي صاير هذا اليوم هو تأكيد، ولو أن المسلسل لساته على القنوات المشفرة، انه المسلسل لامس، يعني من خلال الامثله اللي طرحت هون او هنيك من الحاضرين وصل المسلسل بشكل لائق ومثل نحن ما لنا مخططين. ممثل وزير الصحه تناول دور الوزاره في استقبال المرضى النفسيين. نحن بوزاره الصحه نستقبل المرضى بالامراض النفسيه بعده مراكز، بس اهمها بدير الصليب، وعدد كثير كبير. من سنه ونص بلشنا نغطي على نفقة وزارة الصحة بقلب المستشفيات اللي فيها أقسام تعتني بالأمراض النفسيين، وغطينا الاستشفاء وأجرة الطبيب وأجرة المستشفى. هي ندوة قل نظيرها في مجتمعنا، خطوة من ألف ميل في رحلة التوعية حول المرض النفسي وضرورة التعامل معه كأي مرض آخر، لأن المرض النفسي مش عيب. جوال الحاج موسى، قناة الجديد.